السيد رئيس المنطقه رجال الامن قوات مساعده رجال المطافئ اعوان السلطه الساده القياده السيد الباشا اللي صراحه ترحيو في المرحله هذه بشكل كبير. كما اخص الذكر جمعيات المجتمع المدني اللي ما دخلوش في هذه المرحله هذه ما بقاوش متشوف في الايدي ما جمدوش الانشطه في الترفيه هذه الحمد لله الاغلب ديال الجمعيات المتواجده في مدينه الجزائر لقوا نداء الوطن الحمد لله هما دابا خدامين. حنا دابا في هذه العمليه هذه ديال السحب بالنسبه للناس اللي كتستافد من المنح المخصصه لاصحاب بطائق الرامي كاين ثلاثه الجمعيات اللي تسهروا على هذه العمليه هي جمعيه الجيل الواعي جمعيه بسمه امل جمعيه مبادرات مستخدمين مراكز القرى كما شرنا في المناظر الاعلاميه السابقه شنو هو الدور ديالنا هو تنظيم التوجيه كما كتشوف درنا كنا كنسحق مع السلطات المحليه حطينا حواجز امام جميع الوكالات البنكيه وجميع اللي الشيء درنا علامات مرقمه باش تبقى مسافه امان بين كل شخص واخر شنو هو الدور ديالنا اننا كنسهروا على التنظيم ديال الناس اللي تيجيو للوكالات كتبقى مسافه امان بين وبين الاخر كما كنحاولوا نعقموا الناس ديالهم فاش كياخذوا الفلوس اللي كيتعامل مع الوكاله.